السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البستي رحمه الله: من استنام إلى الأشرار نام، وفي من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منهم صل وثعبان. يعني من اطمأن إلى الخبثاء، إلى الفجار الأشرار، وصحبهم ووثق بهم، فإن هذا الرجل يكون دائما في خطر. نام وفي قميصه منهم صل وثعبان، يعني ينام في حال كونه على خطر، لا يؤمن أن يصيبه شر عظيم وخطر جسيم وضرر كبير، كما أن الرجل الذي ينام وفي كمه وفي ثوبه حية ذات سم، لا ينبغي لهذا الرجل أن يهنئه النوم. كذلك صاحب الأشرار وصديق الأشرار الذي يثق بهم ويأتمنهم ويعتمد عليهم يكون دائما في خطر كبير، ويخاف عليه أن يصيبه منهم هلاك. صل وثعبان نوعان من الحية خبيثان سمهما قاتل. كن ريق البشر إن الحر همته، كن ريق البشر إن الحر همته، صحيفة وعليها البشر عنوان. ريق البشر أي طيب البشاشة، البشر البشاشة والطلاقة على الوجه، ريق طيب من راق يروق أي حسن وأعجب. كن طلق المحية ضحوكا بسوما دائم البشر، لا ينبغي أن يكون وجهك عابسا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا بر عظيم ومعروف كبير، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. بعض الناس تراهم يعبس وجههم كلما واجهتهم، وكأنه رأى شرا عظيما، فهذا لا خير فيه. كن ريق البشر متبسما، وجهك بسام، لأن الحر همته صحيفة، لأن الحر مثله مثل الصحيفة
همته أي طبيعته ونفسه صحيفة أي كتاب وعليها البشر عنوان وعنوان هذا الكتاب الذي يكون مكتوبا على واجهته وبهذا العنوان يستدل على ما في الكتاب من المعاني كذلك بشر الرجل وطلاقة وجهه وتبسمه وبشاشته عنوان وعنوان هذا الكتاب وكتاب هذا العنوان نفس هذا الرجل فالعنوان يدل على ما في الكتاب كذلك طلاقة الرجل تدل على أن نفس هذا الرجل كريمة طيبة لأن وجهه يدل على ذلك إن الحر همته صحيفة أي طبيعته وباطنه ونفسه كالصحيفة وهذه الصحيفة مطوية لا يدرى ما في هذه الصحيفة ولكن العنوان يظهر على واجهة هذا الكتاب كذلك البشر واللين وحسن الخلق الذي يظهر على ثغر الإنسان وعلى وجهه يدل على ما في نفسه وأما الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله فهو شرحه البشر طلاقة الوجه وبشاشته والصحيفة يعني بها الوجه والمعنى أن هم الحر أن يكون طلق الوجه باسم المحيا ليحبه الناس ويألفوه وينتفعوا به وينتفع بهم هذا ما قنعت به والله أعلم بالصواب بعد ذلك يقول ورافق الرفق في كل الأمور فلم ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان رافق الرفق أي عليك بالرفق في الأمر كله إلزم الرفق صاحب الرفق تعود عادة الرفق والسهولة الرفق اللين والعقل والسهولة واللباقة في معاملتك حسن معاملتك مع الناس وبراعتك في كل أمر والرفق وهو يشتمل على السهولة واللين فعليك أيها المرء بالرفق في كل الأمور واجتنب الشدة والغلظة والعنف العنف ضد الرفق فما كان العنف في شيء إلا شانه وما كان الرفق في شيء إلا زانه كما جاء في الحديث وإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ومن يحرم الرفق فقد حرم الخير كله فالرفق صفة جليلة والرفق يعني السهولة في المعاملة واللين والبراعة واللباقة وحسن الخلق وألا تعنف على أي إنسان وفي أي أمر فلم يندم رفيق لأن صاحب الرفق
لا يكون نادما في عاقبة أمره ولم يذممه إنسان والرفيق لا يعيبه أي إنسان كل يمدحه ويثني عليه لأنه يرى منه سهولة الأخلاق وحسن المعاملة